خير، أهلا بكم. جريمة قتل سائحتين سكندنافيتين بإمليل توحد مختلف أطياف المجتمع المغربي ضد المد الإرهابي مساء اليوم التأمت أمام السفارة الدنماركية وأيضا أمام السفارة النرويج في الرباط فعاليات جمعوية وحقوقية ونسائية للتعبير عن التضامن مع عائلات الضحيتين وللتنديد بكل فعل إرهابي يمس قيم التعايش والتسامح المتجذرة لدى المغاربة. روبورتاج عبد الحميد المرابط ويوسف لطفي. أنوار الشموع تتوهج مجددا أمام سفارتي النرويج والدنمارك بالرباط لتبديد حجب الظلام والإرهاب وإدانة مقتل سائحتين أجنبيتين بإمليل بمنطقة الحوز. نادي المحامين بالمغرب ونشطاء حقوقيون وجمعويون أبوا إلا الترحم على روح الضحيتين ومشاطرة أحزان الشعبين الدنماركي والنرويجي في هذا المصاب. مع ما طاعدنا شي حنا في بلادنا، والناس يعني حسوا وكان عندهم هذا الاحساس بانهم خصهم يردوا بقوه على هذا الشيء ويعبروا عن التعازي ديالهم للشعب الدنماركي والنرويجي. نقول لهم ان الشعب المغربي الشعب ديال التسامح، الشعب العيش المشترك، وايضا جينا باش نطالبوا المؤسسه التشريعيه والحكومه باش تدير واحد القانون اللي كيجرم التطرف وكيتجرم التكفير عفوا، وايضا باش يتم اتخاذ اجراءات يعني كتحارب تغلغل الفكر المتطرف. الحركة النسائية لم تخلف هي الأخرى هذا الموعد التضامني لنبذ فكر الحقد والكراهية وإدانة أي فعل إرهابي يمس بثوابت المملكة وقيم التسامح والتعايش والتنوع المتجذرة تاريخيا لدى الشعب المغربي. كنبغيو نقولوا لهاد الناس، هاد الإجرام، هاد قتلة مجرمون إرهابيون جبناء، أنكم لستم منا، وان الشعب المغربي غادي يلفض وكيرفض وغادي يقذف مثل هاد صعيب نقول ان انسان يتحول الوحوش. نعبر عن حزننا الشديد وتضامننا الواسع ونقدم تعازينا لعائلات الضحيتين والدولتين النرويجية والدنماركية. أنا متأثرة جدا لما حدث وأطلب الاعتذار باسم كل المغاربة. هي إذن هبة تضامن وموجة إدانة واسعتين لجريمة قتل السائحتين، جريمة وحدت مختلف أطياف المجتمع المغربي لبعث رسالة التضامن مع عائلات الضحيتين والتأكيد على أن هذا الحادث معزول ولا يمكن أن يمس بالنموذج المغربي في التسامح والتعايش. وقفتان مماثلتان وفي نفس المكان أمام سفارة الدنمارك وأمام سفارة النرويج نظمتا صباحا بشموع والورود، عبر المجتمع المدني في العاصمة الرباط عن إدانته وشجبه لجريمة إمليل الإرهابية وعن تضامنه الكامل مع أسر وبلدي الضحيتين. وفي إمليل المضياف التي لوث هدوءها هذا الفعل الإرهابي وقف